نظم الاتحاد العماني للرياضة المدرسية أمس الأول سباق برزمان المدرسي للجري، والذي أقيم بحدائق الصحوة وسط مشاركة واسعة من طلبة المدارس، بعد أن خصصت مسافة الكيلو والنصف لسباق فئة الذكور، فيما خصصت مسافة الكيلو لفئة الإناث. طبعا يعني الرياضة شيء مهم ما له عمر، فإذا نحن شجعنا أولادنا من هذا السن الصغير للرياضة أعتقد نحن كلنا بنكون مرتاحين، لأن الرياضة مهمة ما بس للأطفال، للأطفال وللكل. فطبعا اليوم اللي شفته يعني هذه بادرة حلوة إن أولادنا بإذن الله تعالى بيطلعوا هم يحبوا الرياضة. ويهدف الاتحاد المدرسي من إقامة هذا السباق إلى تعزيز قيم التنافس الرياضي لدى الطلبة، وإظهار الدور المهم للرياضة في مختلف الجوانب، انسجاما مع الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للفترة المقبلة. أعتقد هذه الأحداث محتاجة أيضا أنه نعطيها زخم أكبر، لأن اليوم هي قد تكون بداية أو ولادة بطل يعني من خلال هذا النشاط، ولذلك يعني نتمنى أن دائما يعني هذه السباقات ما تأخذ حقها. وأيضا نحن كاتحاد عمان الرياضة المدرسية خلال الفترة الجاية عندنا برامج مختلفة، وهذا أحد البرامج اللي جالسين نشتغل عليها للفصل الدراسي الثاني. وأقيم على هامش السباق العديد من الفعاليات المصاحبة للطلبة المشاركين وعائلاتهم، بعد أن مد الاتحاد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل إيجاد مجتمع مدرسي صحي ورياضي. طبعا كون برزمان الداعم الرئيسي لهذه الفعالية، تخطينا كون علامة تجارية وصولا لتنفيذ أو صناعة حدث رياضي أكثر من أن يكون حدث اجتماعي عائلي، وهذا طبعا يأتي ضمن المبادرات والبرامج اللي تنفذها برزمان. وفي ختام الفعالية قامت راعية الحفل بتتويج الفائزين، بعد أن توجت الطالبة لجينة بنت عبد المنعم أحمد من مدرسة أحمد بن ماجد بالمركز الأول، فيما خطف الطالب وسام بن بسام المحرمي من مدرسة النبراس المركز الأول لفئة الذكور. كان السباق حلو وفزت المركز الأول، وأنا واجد فرحان، وكان منافسة قوية اللي ضدي، كان واجد حلو وممتع واستمتعت فيه. هذا السباق كان بيئة مناسبة للطلبة لتطوير قدراتهم البدنية وإيجاد روح التحدي لجيل جديد قادر على تحقيق إنجازات رياضية في المستقبل. تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة من أجل إيجاد مجتمع مدرسي صحي ورياضي، هدف رسمه هذا السباق. من محافظة مسقط، خليفة بن سليمان السريري.